يعني هقول لك حاجه. قول لي. كل الناس دلوقتي بتتكلم وانا عارف ان انت مش عارف هتقول ايه في ده. انا معاك اهو. على ان فيتوريا يمشي. تمام مش. حلو مشي. مدير فني مصري. مشي. اختيار والكل بيجمع على انه حسام حسن هو صاحب هذه المرحله. تمام. حسام حسن بالامكانيات اللي موجوده كلاعبين ما يمشيش ما يزقش لغايه لما يطلع لنا جيل مثلا كويس؟ هقولك لك ما يزق ما يزقش يعني يزق شويه لغايه يعني لما الجيل يطلع ما يعملش كده أحنا بس بص اقول لك حاجه عشان انا دايما ببقى حساس جدا في الكلام على المدربين لان انا يعني يعني زمايلك فانت عشان تتكلم عليه هيبقى كلام حساس جدا بالنسبه لي ولكن انا مش عايز حد يدخل ويصطدم باللعيبه او او الواقع لان الواقع صعب لان الادوات اللي معاك ادوات مش افضل حاجه مش بس انت معاك صلاح تريزيجيه آه مرموش محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم إني آه لو جاهز آه حجاز يعني انا بقول لك في لعيبه اوريدي كام لعيب؟ قول لي انت طب انا هسالك سؤال تاني انا النهارده لما اجي اختار المحترفين مم. عندك محترف ما بيجيش؟ كله بيجي ده معناها ان انت برضه بتختارها من مكان ضيق جدا انا عايز اخت... انا عايز اختار يا فاروق عايز اختار 15 محترف او ت... أو... او او 20 محترف وفيه 40 بره تانيين اه. اللي هو الماتيريال عش... الافضل منهم كل مركز فيه اثنين ثلاثه وانا بختار الاحسن منهم م. انما النهارده انا بجيب الخمسه سته اللي معايا صح كده؟ تمام ولو مش في حالتهم عندي مشكله صلاح اتصاب عمل لك مشكله آه والناس بدات تهاجمه ]وا ]وا لا ك... لما صلاح اتصاب المنتخب لعب افضل مش ده اتقال؟ لا احنا في مصر هنقول كل حاجه ما عندناش م... احنا بنقول على حسب الموقف بص يا آه. فاروق احنا مشكلتنا الاساسيه سواء جمهور او ناس في كل المجالات ان احنا دايما بناخد اللقطه حاليا ما حدش بياخد اساسها من البدايه احنا عندنا اساس بدايه عندنا مشكله ان احنا هيحصل عندنا ان احنا ما عندناش لعيبه تانية طالعه تزق في منتخب مصر دي مش هرجع للسؤال اللي انا سالته الخاص بالكابتن حسام حسن في مدرب برضه ممكن يطلع امكانيات مش موجوده مش يعني مش موجوده عند اللعيب مش حاسس بيها ويطلعها تمام هل حسام حسن كمدير فني ومدير فني نجم كبير في كره القدم قبل كده والى حد ما اشتغل في اعتقد في انديه كتير تمام وعنده صفات معينه ممكن البعض بيقول لك هو ده توقيته تمام حسام حسن ما يقدرش يطلع من وجهه نظر مين... مين من وجهه نظر مين اللي ده توقيته كل المحللين والخبراء والجماهير في مصر بتتكلم عن الموضوع نجر انت من وجهه نظر ما انا بقول لك نجر اه بص الكوره الكوره دلوقتي ملهاش علاقه بزمان لعيبه دلوقتي ملهاش علاقه بزمان اكيد, أكيد. العقليه حاليا ملهاش علاقه بلعيبه زمان لعيب النهارده اللي انت بتقول انا عايز معاه حد يبقى بيعنفه او بي... مش هتلاقيه اصلا بيطلع الروح العاليه منه لا انت مش هتطلع روح انت هي... هي... هيقع منك مش هيكمل معاك اصلا انت قصدك دماغ اللعيب طبعا انت ما هو الجيل اللي بعدي مش زيي ولا انا شبه الجيل اللي قبلي الاجيال بتختلف لان احنا آه فاروق ده احنا في البيت اللي هو في بيتك مع ابنك اللي هو فرق اجيال فرق اجيال م. بتتصطدم بيه ازاي بتعمل ده يا ابني انت بت... هو حاجه بسيطه جدا انا بس بسمع اغنيه ايه يا ابني اللي انت بتسمعه ده لان انا متربى على حاجه ثانيه فرق ده لازم تعيشه لو انت ما عشتوش هتصطدم بيه صح كده لان احنا المفروض نيجي في وقت من الاوقات بصاحب ابنك ما تبقاش انت باباه بتبقى صاحبه يعني ايه صاحبه تبقى معاه ما بت... ما بتعنفوش ما. تفاهم انا اقصد ايه مفهوم, مفهوم. آه احنا هنا في الكوره نفس الكلام في توقيت اللعيب ده م. الناس تقول لك ايه لو قرصنا على اللعيبه هن لا مش هطلع منهم حاجه انا بقول لك مش هطلع منهم حاجه اللعيبه اللي موجوده النوعيه في الدوري م. الممتاز دلوقتي لو قرصت عليهم مش هطلع منهم حاجه بالعكس ده الصراحه انت قفلتها لي ليه ايوه طيب انا لغايه لما يطلع لي النوع اللي انت بتتكلم عليه ده ما انت تشتغل بقى ما انت, انت مش أيوة شغال عليه علي مع منتخب مصر اللي عنده دلوقتي فيكتوريا يكمل طيب قصدك؟ لا 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 عادي نغير قولي قولي فيتوريا لا 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 رأيك في فيكتوريا لا لا فيتوريا خلاص في فيتوريا لا, لا, لا خلاص هو عشان الموضوع بقى آه يعني البطوله كان شكلها وحش جدا جدا م. وردود افعاله بقول لك حاجه انا ممكن اخسر ما عنديش مشكله اخسر بس على الاقل الفرقه تبقى شكلها بتأدي او في حاجه بتتعمل انا ما حسيتش ان في حاجه بتتعمل او, أو ولا شكل ولا او جمله م. او 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 ردود افعال مهمة جدا تاخد ردود افعال المدير الفني في مواقف صعبه بتبين قصدك في المؤتمرات الصحفيه لا في الماتش نفسه هو شغال في الماتش لأ لا. اه سيبك من المؤتمرات الصحفيه دي في واحد عنده لباقه وبيعرف يتكلم فما بيعرفش ممكن آه. دي موهبه مم. انما الـ الـ الخضه بتاعتك وانت واقف يعني عايز تعرف مدير الفني والماتش شغال اقعد تتفرج على ردود افعاله اتكلم في النقطه دي امبارح ردود افعاله عامله ازاي؟ تغييره شكل الفريق قدامك شكل عمل ايه؟ تغير قدامك شكل في الفريق عمل ايه؟ اه مم. انت لما بتتحرج على هو بيبان يعني اي انت لو انت مذيع حد يقول لك كلمه ضايقتك بيبان عليك هي نفس الفكره وانت في الملعب <applause> لما بتتخض من موقف بيبان على وشك ان انت مخضوض <applause> لو اللعيب حس بده مشكله كبيره جدا <applause> اللعيب لو ح ولو وصل احساس ان المدير الفني قلقان كارثه <applause> لازم دايما اللاعب حاسس ان انت مش فارق معاه يلا هتيجي يلا اللي بعده يلا ما فيش مشكله يلا انا هو عنده ودي فيها خلل رد فعل كده لما الجول فينا دخل جول اني جول يا رب في الماتش يا جماعه فكرني انت رضا لما ضحك قعد <applause> ولا ولا قعد في نص المنديل كده اه و... الاثنين مساعدين الله ينور بالظبط ضحك اعتقد اللعيبه شافتها اكيد لما روحوا مثلا الاوتيل ان الراجل ما كانش عاجبه الخطا اللي جه او الجول جه بطريقه معينه تمام طيب. وحتى على طريقه التوجيه برضو في تحس برضه ان الراجل يعني مش ملم بال... مش ملم وانت عندك اللعيبة والتوجيهات انت عندك و... 11 لعيب في الملعب صح؟ التوجيهات مش شبه بعض التوجيهات للعيب مش شبه بعض يعني في لعيب انا فاروق لو كلمته بطريقه حلوه او بطريقه معينه هاخد منه اعلى حاجه في لعيب تاني لازم ما ينفعش كلامهم كده هي هيقفش هيقفش منك هل انت من من المؤيدين ان عادي انا ممكن كمدرب مدربت دربت انديه فقط ادرب منتخبات عادي؟ اه عادي طبعا يعني هو بالنسبه له الناس بتنتقد النقطه دي بالذات يا كابتن لا لا بس يعني لا انا شايفها مش مش ما دربش في افريقيا لا لا مثلا لا ولا ده ولا ده